اهلا بكم مشاهدينا في حلقه اليوم من برنامج السلطه الرابعه، وفيها تتابعون اهم واخر ما تناقلته ونشرته الصحف المحليه والعربيه والعالميه. في الصحافة المحلية الحرف 28 يشير إلى امتعاض يمني من قيام محافظ عدن أحمد لملس بتوقيع اتفاق مع الإمارات لبناء مدينة سكنية في جزيرة ميمونة. وفي الصحافة العربية، موقع صحيفة الشرق الأوسط يستعرض دراسة حديثة حول الألغام في اليمن تحت عنوان حقول الموت، إيران تفخخ اليمن بالألغام. وفي الصحافة العالمية، إندبندنت عربية يتحدث عن تنديد حكومي وشعبي بقرار حوثي يقضي بمنع النساء من السفر بدون محرم. أهلا بكم، والبداية محليا، حيث نشر الحرف 28 تقريرا حول قيام محافظ عدن أحمد لملس بتوقيع اتفاق مع الإمارات لبناء مدينة سكنية في جزيرة ميمون على مدخل مضيق باب المندب. ونقل الموقع عن يمنيين قولهم بأن أبوظبي تسعى لتجديد هيمنتها على الجزيرة الاستراتيجية بهذه الاتفاقية بعد الكشف عن إنشاء قاعدة عسكرية في العام 2021 دون علم الحكومة اليمنية. وحول الاستحداثات في جزيرة ميمون، قال مصدر مسؤول في التحالف إن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميمون هو تحت سيطرة قوات التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية والتحالف من التصدي لميليشيا الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي. فيما نفى وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أواخر مايو عام 2021 توقيع الحكومة اليمنية لأي اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها. وفي سياق ردود الفعل اليمنية على هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى راجح عبر فيسبوك إن وكلاء الاحتلال هجروا 400 شخص من سكان ميمون، والآن يشرعنون لبناء وحدات سكنية لضباط إماراتيين وإسرائيليين ومتعددي الجنسيات في الجزيرة التي تطل على باب المندب. وذكر الناشط اليمني سعيد الميسري أن الإمارات توقع اتفاقية لبناء مدينة سكنية في جزيرة ميمون الاستراتيجية بعد انتهائها من بناء قاعدة عسكرية تحوي مطارا عسكريا. موقع نيوز يمن يسلط الضوء على أموال المانحين في تحقيق لفتت فيه إلى أن 85% من المساعدات الأممية تذهب إلى مناطق الحوثيين. يتزامن التحقيق مع إعلان مسؤولين أمميين عن ترتيبات لعقد مؤتمر جديد للمانحين في شهر نوفمبر بالعاصمة السويسرية جنيف، هدفه جمع مزيد من الأموال تحت غطاء مواجهة التحديات الإنسانية. واستغرب الموقع من أن المنظمات الأممية برغم تأكيدها على سرقة ميليشيا الحوثي للطعام من أفواه الجائعين وممارساتها أبشع الانتهاكات بحق الأعمال والمشاريع الإغاثية الإنسانية التي يجري تنفيذها في مناطق سيطرتها، لا تزال تمارس نشاطاتها من صنعاء وتخضع لسيطرة الميليشيا. ونقل الموقع عن الناشطة الحقوقية أفراح ناصر قولها إن استراتيجيات المنظمات الإنسانية في اليمن تميل إلى التركيز على تنفيذ أجندتها الخاصة، وتهدف بشكل أساسي إلى إرضاء الجهات المانحة وتلبية توقعاتها فقط. أكد مستشار وزير الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة جمال بالفقيه لنيوز يمن إن الحكومة قامت بتأمين 22 منفذا بريا وبحريا وطرقا رئيسية، بينها ميناء عدن الذي وفر مساحة 400 هكتارات في المنطقة الحرة لتخزين مواد الإغاثة، ومن ثم توزيعها على كافة محافظات الجمهورية، إلا أن الأمم المتحدة تصر على دخول معظم مواد الإغاثة عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين. وأضاف أن ما يصل إلى المناطق المحررة فقط 15% من مواد الإغاثة، منها 5% للنازحين و 5% للمجتمع المستضيف و 5% للفئات الأشد احتياجاً. محليا أيضا، موقع العاصمة أونلاين يقول إن ميليشيا الحوثي تواصل حربها المسعورة ضد القطاع الخاص والنشاط التجاري في مناطق سيطرتها.
اعتبر الموقع أن خطوات الحوثي تهدف إلى الإضرار بالقطاع الخاص القديم والذي يعمل منذ عقود في سبيل إنشاء كيان طفيلي قائم على غسيل الأموال وتجارة الحرب. وأكدت العاصمة أونلاين أن ميليشيا الحوثي قد صعدت مؤخرا من اعتداءاتها بحق الشركات التجارية، إضافة إلى استمرارها في تصفية المصانع التابعة للدولة في مناطق سيطرتها. كما تعرض القطاع الخاص إلى حملة حوثية ممنهجة كبدته خسائر فادحة، عرضت العديد من الشركات الكبرى والصغرى للإفلاس. وذكر الموقع أن الميليشيا كانت قد أقدمت على إغلاق 12 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية في أمانة العاصمة فقط بادعاء عدم التزامها بشروط وقوائم سعرية حددتها. وتهدف الميليشيا من كل هذا إلى ابتزاز القطاع التجاري ورجال الأعمال لمضاعفة الجبايات والإتاوات التي يدفعونها لها مقابل الاستمرار في العمل. أظهرت دراسة حديثة نقلها موقع شرق الأوسط عن مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية أن اليمن يعد من أكبر الدول المزروعة بالألغام على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات بحسب الدراسة إلى قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بزراعة نحو 1.5 مليون لغم منذ سيطرتها على صنعاء في العام 2014 وحتى منتصف العام الجاري. وأكد الباحث محمد بوحيبح الذي أعد هذه الدراسة أن هذه الحقول تمثل كارثة متجددة وطويلة الأمد وكابوسا قاتلا يخطف أرواح المدنيين كل يوم ومأساة ماثلة للعيان وشاهدة على وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي الإرهابية. وقال بوحيبح إنه ما كان لهذه الكارثة أن تكون بكل هذا السوء والفظاعة لو لم يتم تزويد الحوثيين بالتقنيات والخبراء ومساعدتهم في فتح مصانع للموت عبر شبكات التهريب التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. ولفت الباحث في حديثه للموقع إلى أن الميليشيا والخبراء الأجانب تفننوا في ابتكار أشكال متعددة من آلات الموت الخادعة والشراك القتل التي قل ما ينجو منها أحد، محدثة خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من المحافظات. وتشير التقديرات إلى أن الألغام الحوثية خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين، فيما تقدر الخسائر المادية بمليارات الدولارات. أما في الصحافة الدولية، موقع إندبندنت عربية تتحدث عن تنديد حكومي وشعبي وحقوقي بقرار منع النساء من السفر بدون محرم صادر من قبل ميليشيا الحوثي. وضجت مواقع التواصل بعبارات الاستهجان والرفض التي وصفت القرار بأنه قيود جديدة تأتي في إطار التضييق الحوثي العام على المجتمع خدمة لمشاريعه القمعية. وأفاد للموقع مكتب سفر معتمد في صنعاء أن التعميم الذي تلقوه جاء قبل عامين ثم ألحق بتعميم جديد صادر عن هيئة النقل البري التابعة لوزارة النقل الحوثية، وهو التعميم الذي ذيل بالتهديد بالمساءلة القانونية لمن لا يلتزم بتلك التوجيهات. وأضاف الموقع أنه في حال عدم وجود محرم مرافق يشترط رفع توكيل معتمد من المحرم مرفقا بصورة هوية المسافرة إلى هيئة النقل الحوثية، وتوزع نسخ أخرى من التوكيل على نقاط عسكرية في مداخل المدن الخاضعة لسيطرة الميليشيا. وينقل الموقع عن ميليشيا الحوثي التي بررت إجراءاتها بمواجهة الانحسار العالمي للقيم ومواجهة ما يتعرض له الإنسان اليمني من استهداف، لكن هذا التبرير قُبل بحالة استهجان واسعة دفعت الكثير إلى مطالبة الميليشيا بإعطاء هؤلاء النساء وأسرهن رواتبهن وحقوقهن وعدم التضييق عليهن كي لا يضطرون للغربة والعمل والتنقل المنهك في ظل ارتفاع معدلات الجوع والفقر والمرض. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع ريشة الفنان هلال المرقب وهذا الكاريكاتير، كنت معكم أنا سلام القيسي، إلى اللقاء.